صحة قولكم السيد محمد يحيى بهذه الصورة الألماعية في مسألة الحرية في موريتانيا، لكن سأعطيك شواهد. مثلا عندك يعني المدون، يعني المدون الطالب عبد الودود، هذا مواطن موريتاني، الدستور الموريتاني في مادته العاشرة تكفل له حقه في التعبير، حقه في الرأي، حقه في الانتقادات، حقه يعني كل، وفي نفس الوقت يضيق عليه إلين عد ما تلقى يوصل أرض بلاده ويجي لرحمة والدته. ومن هذا المنبر نترحم على والدة المدون الطالب والعبد الودود، وأرجع وأقول لك بحجة احترام القانون ومسألة القانون، يا أخي هذا فيه نوع من التناقض، يعني ما فهمت يا شي واضح. جيد، شكرا. أولا في البداية باسم معالي وزير الداخلية واللامركزية الدكتور محمد سالم المرزوق وباسم شخصي نتقدم بأحر التعازي وأصدق التعازي لأسرة الفقيد، أسرة العبد الودود، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الوالدة بواسع رحمته، إنه سميع مجيب. هذا أولا. ثانيا أؤكد لك باعتقادي الجازم أن الحكومة الموريتانية اليوم لا يمكن لأي مواطن موريتاني مهما كان أن تتم متابعته على رأيه السياسي مهما كان. نحن اليوم نشهد تحولا حقيقيا في مجال الحريات. الطالب عبد الودود الذي تفضلت باسمه وغيره من المواطنين الموريتانيين، هو ليس هو ما هو وحده، هو معه قاع واحدين اخرين كما قلت لك، حتى لكن أكمل. ربما حتى الحادثه هي التي جرت المساله حتى اكمل. الطالب عبد الودود وغيره من المواطنين الموريتانيين سواء كانوا في الداخل او في الخارج يمكنهم الاعتقاد الجازم ان موريتانيا هم مواطنون موريتانيون، لا يمكن لاي مواطن موريتاني ان يكون له متابعه من أي جهة كانت في إطار رأيه، في إطار مواقفه أو رأيه السياسي. حينما يكون المواطن الموريتاني أي مواطن كان ملتزم بما يلزمه به القانون، لن يكون له لن تكون هناك أي متابعات عليه. حينما يكون المواطن الموريتاني متابع في قضايا تتعلق بالحق العام أو أشياء من هذا القبيل، نحن كما أشرت لك سابقا لا يحكمنا إلا القانون. لكن أنا أريد كلاما واضحا. لماذا السلطات الموريتانية تمنع الطالب عبد الودود من دخول أراضيه وترابه ويشم ريحة أرضه؟ يعني هذا هو السؤال، يعني بوضوح أعتقد أني أجبت على السؤال. أن أي مواطن موريتاني، الطالب عبد الودود أو غيره، أي مواطن موريتاني عليه أن يدرك أن هناك في موريتانيا تحول جذري في العلاقة ما بين المواطن والدولة، أن المواطن الموريتاني يعيش أيا كان حرية فردية في أن يقول في إطار رأيه السياسي ما يشاء، ولن تكون هناك متابعات سياسية، متابعات حينما يتحدث الشخص عن رأيه السياسي أيا كان هذا الرأي. وهذا كما أشرت إليه منذ وصول فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ رزواني إلى سلطة إلى الحكم، ندرك أن هناك انفتاحا سياسيا حقيقيا أدرك كل مواطن موريتاني أن هناك نفس جديد، أن هناك تعاطي جديد مع المواطن الموريتاني يختلف عما كنا نعرفه في السابق. وبالتالي أي مواطن موريتاني مهما كان صفته أن يدرك أن القانون هو الفيصل بين المواطنين الموريتانيين. حينما لا تكون هناك متابعات قضائية لأي مواطن في مجالات أخرى مختلفة عن مجالات رأيه السياسي، لم تكن له متابعات في مجال رأيه السياسي الذي يعتقد. جميل. طيب أنا أريد أن ندور نرفد لك صورة، يعني في بث مباشر لهذا السيد ذكر بأنه لا يمكنه العودة إلى موريتانيا. أنتم الآن في الداخلية، وهذا يعني ربما أمر يعني وقف عليه ياسر، الآن موجودين أمامنا كمكلف بمهمة في الداخلية ولا مركزية الموريتانية.
ماذا تقولون في وجه تصريحاته بأنه لا يستطيع القدوم إلى موريتانيا؟ لعلي أشرت سابقا بعد الترحم على والدته وتقديم التعزية أن الطالب عبد الودود وغيره ما يحكمهم النظام، العلاقة التي تحكمهم بالدولة الموريتانية هو أن لن تكون هناك متابعات فيما يتعلق بالآراء السياسية التي يتحدث بها أي مواطن موريتاني، سواء كان هذا المواطن في الداخل أو في الخارج. ونحن لعلنا نتابع اليوم، نشهد اليوم الكل يقوم ببث مباشر في الداخل ويتحدث عن آرائه السياسية وهو في الداخل وليست له أي متابعات قضائية. نفس الشيء حينما يتحدث مواطن موريتاني في الخارج عن آرائه السياسية أكيد لن تكون له متابعات قضائية تتعلق بحديثه عن آرائه السياسية، وهذا يدركه الجميع والجميع اعترف به، سواء كان معارضة في أقصى اليسار أنه في هذا النظام الجديد هناك تحول جذري في التعاطي مع موضوع الحريات، شهد الجميع بها، شهد الجميع بانفتاح سياسي منقطع النظير